Never be alone, have someone to hold. And when nights were cold, she'd say, the world's not perfect, but it's not that bad. If we got each other and that's all we have, I will be your mother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you when the world. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Nakit yükleme için para girişi. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. أخيرا ما بغينا والله العظيم للحظة فكرت أكسل أمي الموضوع أخذ تاكسي وأرجع البيت لأنه مو طبيعي المسافة كيف كانت بعيدة والحر ما أحكيكم طبعا فما أعرف الحين كذا دخلت من أي بوابة بس أدور أطلع من هنا أنا المكان اللي أبغاه ما كان هنا يعني بس هنا عن اللي سمعته أوتلت اللي هو كذا يعني أشياء تخفيضات خلونا نقول زي التخفيضات تقريبا فأيه. المول غريب من جوا ما أعرف كيف أوصف لكم بس ما أعرف مو كأنه مول هذا المحل شكله كيوت شوف إيش قاعدين يبيع خلينا ندخل نشوف إيش فيه مع إني كنت أبي أدخل إلسي بس إلسي نرجع لها تمام لو في كان حجم أصغر للأيباد أحب الأشياء هذه مرة متجنن تخيلوا ألاقي للأيباد أحسها كأنها أغراض شيء إن والله العظيم أوفر كيوت الله أحس أبغى شيء زي كذا لبيتي بس مشوار ما فيني أشيله بعدين بس مرة حلو كذا ينظم كل شيء هنا إيش سحاب حبيت في الأبيض هذا كمان أوفر كيوت الأشياء ما أستحمل أنا ما أستحمل الأشياء الكيوت هنا إيش هذا حق إكسسوارات أو شيء زي كذا أوكي أمان أشوفوا معاي الإضاءة هذه أمان أشوف معاي تتجنن بس مع الأسف أنا كنت يعني شوف تطلع ألوان عرفتوا زي الليد تقريبا بس الشكل أوفر كيوت في هذه كمان الأسود بس ما أدري أحس حبيت الأبيض أكثر حلو هذه الشنطة كيوت يعني أحس تناسب كل شيء أنا ماسكة نفسي بالقوة الحين لأن ما أبغى أشتري شيء
ما أبغى أشيل معي أشياء يعني كذا بأخذ راحتي في التصوير. ف يا ليل مش عارفة أطلع من المكان، مو طبيعي أبي أطلع، كل لفة توديني لفة ثانية، قاعدة ألف في نفس المكان. كان يكون في قارب هنا أو شيء زي كذا، ما أعرف، يمكن هناك الجهة الثانية. خلونا نمشي. بس إيش رأيكم في مباني إيطاليا؟ ها؟ إيطالي ولا مو إيطاليا؟ لعب علينا، حسبي الله. انزح انزح، جميل صراحة، حلو. بس أنا قاعدة أنتظر في قارب، أنا شفت قبل أجي في قارب، فأنا قاعدة الحين أدور القارب هذاك وينه بالضبط. خلاص الحين حرفيا مرة رجعت بدخل هنا ادور مطعم او شيء مكانات كثير. Thank you.
شوفوا هنا شارع البطاط، إذا تعرفون الكمبير كل هذه المحلات تبيع نفس الشيء، مع ذلك 24 ساعة زحمة. صراحة ما رح أشتري، أنا ما أحب طعمها كثير. يعني أتذكر هنا جيت مرتين، أكلت مرتين بس كان معي شخص، فيوم يكون معاك شخص تأكله، عرفت كيف؟ بس اليوم لأنه لحالي ما رح أطلب صراحة، ما أحبها. Kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum gül gibi.